السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواني الأعزاء. المشروبات الغازية هي مشروبات غير ضارة ولا تؤثر بالسلب على جدار المعدة، والمشروبات الغازية التي تحتوي على المواد الحمضية هي مشروبات جيدة بالنسبة للبول وبالنسبة للكلى. هذه المعلومة خاصة بكل من لا يشكو من أمراض مثل السكر أو أمراض حموضة المعدة، حتى لا تتسبب المشروبات عالية النسبة في السكر التي تحتوي على كمية كبيرة من السكر في أضرار. فيجب على كل متابع لديه أمراض قد تتأثر بنسبة السكر أو تتأثر بالحموضة أن يراجع طبيبه ليسأله عن هذا، ولكن في المجمل هي مشروبات غير ضارة ويمكن الشرب منها بلا خوف. يعني ما تأثر على الجهاز الهضمي؟ ما تؤثر على الجهاز. هاي طب اشرب عشان يشوفه. أهو. خلي